خالد عبد الرحمن من AUB في بيروت إلى USC بلوس أنجلوس. سؤال جانبي اللي بيلعب كثير ألعاب هو صغير. بعض الدراسات بتقول اليوم الدراسات الحديثة إنه الألعاب مثل ما بتسلي بتعلم يمكن اللغة كذا، بس ما أثبت إنه الألعاب تعطي قدرة عقلية، صحيح؟ يعني إنه مش بيطلع واحد أذكى من غيره، يعني صح. أنت ذكي قبل ما كنت تلعب ألعاب، لا صرت لهون. صح، هلا هي الفكرة إنه الألعاب حسب الطريقة اللي عم تستعملها ممكن تحسن شيء معين عندك. مثلا في الألعاب اللي بدها ريفلكس سريعة أو حركة سريعة، أثبتت إنه بتحسن الريفلكس تبع الشخص هو عم يشتغل. لكن إذا أنت عم تلعب ألعاب مثلا ما كتير بتشغل مخ، ما كتير عم بتحل بازلز، ما كتير هيك، مش حتساعدك يعني. والملفت فيك ما شاء الله متكلم متحدث واجتماعي، كمان بيقولوا اللي بيلعب العاب كتير بيكون اقل اجتماعيا، مزبوط؟ صح، لكن هلا يعني ومع الجيمز الجديده والجيمز اللي اونلاين كتير من الاوقات وقت يكون الشخص عم يلعب جيمز عم يلعب مع رفقاته، عم يحكي مع اشخاص حتى لو ما قاعدين حده، عم يحكي اونلاين معهم. ووقتي انا كنا كتير نلعب جيمز على نفس الشاشه، سبليت سكرين او ملتي بلاير واكثر من كنترولر سوا، فكان دائما يكون في سوشيال اليمنت للجيمز عندي. اذا هيدي باختصار كيف انطلقت من لبنان، نحن اليوم بامريكا. خبرني كيف جيت على امريكا، تقدرت وصلت لجوجل لصرت بفوربس 30 اندر 30 بعد Imagine Cup؟ دغري انا كنت خلص حاطط مصمم ببالي انه بدي اعمل جيمز وبدي اجي لهون، لانه هون الاندستري كتير كبيره وفي كتير مجالات وفي كتير opportunities لواحد يشتغل بالجيمز. بالله فكرت امريكا مش اوروبا؟ لان اوروبا كمان فيها. صح، اوروبا فيها، لكن هون في الشركات اللي بتعمل جيمز انا كتير بحبها، وكان يعني طبعا حلمي اتواصل معهم وحاول اشتغل فيهم. مثلا سوني سانتا مونيكا كنت شغل على جيمز كثير بحبهم، او اي اي جيمز اللي هن حتى بريدوود سيتي. صحيح. فكنت حابب كثير اجي لهون وحاول اشتغل بوحده من هول الشركات. وحطيت عينك على اهم جامعه فيها تخصص تصميم العاب. صح، يو اس سي. صح، انا يعني كان بدي فوت على يو اس سي وحطيتها ببالي لدرجه اني بس قدمت على يو اس سي وما قدمت على جامعه. ما قدمت على جامعه ثانيه؟ لا، وقلت انه اذا ما فوت على يو اس سي بعدين بخطط شو بدي اعمل، لكن هيدا هو هدفي الاساسي ومش الحل بوقتها. هي يونيفرسيتي ساذرن اوف كاليفورنيا. صح. بأي سنة دخلت على يو اس سي؟ ب 2012 فتت على يو اس سي وتخرجت ب 2014. شو تخصصت؟ تخصصت كمبيوتر ساينس، كانت الماسترز ديجري كمبيوتر ساينس وذ سبيشاليزيشن ان جيم ديفلوبمنت. ما كان فيك تعمل مباشرة ماسترز ان جيم ديزاين؟ هو كان في يعني في اعمل جيم ديزاين دغري او مثلا جيم برودكشن، بس انا قررت انه كمل كمبيوتر ساينس لانه حتى حبيتها وكمان خصصها بالجيمز، فساعتها بيكون عندي تو سكيل سيتس بقدر استعملهم بحيالة طريقة بدي. وحتى هالشغلة فادتني كتير، لأنه لأوصل على جوجل كبرودكت مانجر بدك يكون عندك باكراوند كمبيوتر ساينس، لكن قدرت اشتغل بالجيمز من وراء التخصص. وكيف كان حلمك بلش يتطور ويتحقق بيو اس سي؟ مثل ما كنت متوقع ولا شفت اشياء ما كنت متوقعها؟ يعني فوق المتوقع لكون صريح. انا كنت متوقع انه حكون صفوف عاديه او فوت على كلاسز واعمل بروجكت صغيره ورا بروجكت، لكن اللي صار انه بعد اول سمستر عرفت ب انه شو مفروض اعمل للسنه اللي بعدها، اللي هو بنسميه ادفانسد جيمز بروجرام، واللي هي انه مفروض نحن نشتغل على جيم كبيره مثل جيمز اللي بتصدرهم الشركات الكبيره بقلب الجامعه، وهي بتكون الثيسس تبعتنا، وهي من ورا هاي الشيء بنتخرج. ودغري حطيت ببالي انه انا بدي اعمل بروجكت كثير كبيره، وبلشت انا ورفقاتي نفكر بايديا وطلعت بايديا بلوم. وبلوم عملنا اول شيء بروتوتايب صغيره، يعني كنا ثلاث اشخاص، كبر التيم صرنا 12 شخص، وبالاخير السنه اللي بعدها وقت بلشنا ادفانس جيمز بروجرام كنا 60 شخص عم نشتغل على بلوم. بلوم طلعت جيم او لعبه كامله بنهايه التخصص تبعك. صحيح، بلوم بس خلصناها يعني فيك تلعب تقريبا 2 to 3 hours، ساعتين او ثلاثه، وفيها عده بازلز وعده مراحل وكثير اشياء فيك تعملها بلوم. خالد عبد الرحمن، تصميم ألعاب والعمل على بوكيمون جو.